أهلا بكم. لا جديدة على صعيد تشكيل الحكومة بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج، وفي ظل إصرار الطرفين على مواقفهم فيما انكفأت أي محاولات لإحداث خرق في هذا الشأن. في شأن آخر، تعقد اللجنة الوطنية للقاح المضاد لكوفيد 19 اجتماعا عند الساعة 6 بعد تلويح رئيسها الدكتور عبد الرحمن البزري بالاستقالة. وفي كرك اليوم، وفد من القوات اللبنانية بعد الموقف الأخير للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الداعي إلى رعاية للأمم المتحدة لحل الأزمة اللبنانية. عن كل هذه المحاور أتحدث اليوم مع ضيفتي الكاتبة السياسية المحامية ساندريلا مرهج. أهلا وسهلا فيك ساندريلا. يعني رح نبلش من أزمة الحكومة. لحد هلأ ما في أي خرق، شفنا الزيارة الأخيرة للرئيس سعد الحريري، بعدين كلامه بذكرى 14 شباط، ويبدو أنه عم ندور بحلقة مفرغة. هل بتوافق أنه فعلا هو الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هو المشكل أو أبعد من هيك؟ بداية صباح الخير لك ولكل مشاهدي تلفزيون لبنان. بيسعدني وبيشرفني أنه دايما نكون على هذا المنبر الحر، وشكرا لكم على الدعوة الدائمة. طبعا أكيد اليوم العوائق أمام تشكيل الحكومة داخلية وخارجية، ولكن بالشق الداخلي، يعني جوابا على سؤالك، أنا لا أوافق على أن الخلاف فقط هو دائر ما بين الرئيس سعد الحريري وما بين رئاسة الجمهورية وخلينا نقول التيار الوطني الحر بما يتعلق بموضوع تسمية الوزراء وعدد الوزراء وإلى ما هنالك من الخطابات المتبادلة بالاتهام بالعرقلة اللي صدرت سواء من جانب الرئيس سعد الحريري أو من جانب رئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل. لا شك أنه هنالك خلاف شخصي بين الرجلين، يعني موضوع العمل المشترك فيما بين الرجلين أصبح شبه مستحيل حسب ما يتبين من النفس، يعني الخطاب اللي عم بيخاطبوا فيه بعضهم سواء المباشر وغير المباشر. أما بما يتعلق حتى بالعلاقة فيما بين رئاسة الجمهورية شخص الرئيس ميشيل عون والرئيس سعد الحريري بموضوع تشكيل الحكومة، عم نشوف بغض النظر عن من لديه الحق يعني المطلق بما قاله ومن فعلا يموه الحقيقة بما صدر عنه من تصريحات، بنشوف أنه حتى ليس هنالك من شفافية مطلقة في التعامل بينهما بموضوع الحكومة. يعني اليوم الأزمة اللبنانية أزمة جدا عميقة وجدا كبيرة، وعم نشوف أنه الخطابات هي عم تتمحور حول من يعرقل، من أعطى التشكيلة كاملة، من لم يعطي التشكيلة كاملة. الواقع الحقيقي أنه الخلاف ليس فقط بين مثل ما قلت لك الرئيس المكلف ورئاسة الجمهورية، هنالك خلاف أيضا مع الفريق الدرزي، هنالك خلاف أيضا مع حقوق الأقليات، مع يعني الحقوق الأرثوذكسية والحقوق الكاثوليكية. الموضوع متشعب بما يتعلق بالإشكالية الداخلية، بس عم بيطالب فيهم فريق رئيس الجمهورية. لا مش صحيح، ربما فريق رئيس الجمهورية هو يعني عم بيكون بي 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 بالمرصاد أو بالجو العام فريق رئيس الجمهورية وعم بيطالب بحقوقه، والرئيس سعد الحريري يعتبر أنه الأداء الذي ينتهجه لتشكيل هذه الحكومة ليس فيها تعرض لحقوق رئاسة الجمهورية وليس فيها تعرض للحقوق المسيحية، يعني لحقوق المسيحيين كما يشاع اليوم بأن العرقلة هي فقط أمام حقوق المسيحيين ومن يحمي هذه الحقوق ومن يعترض عليها. بالمقلب الآخر طبعا أكيد الرئيس سعد الحريري ليس لديه مصلحة بأن يكون للفريق الآخر، للمحور الآخر، سواء كان ممثلا برئاسة الجمهورية بالتيار الوطني الحر أو بحلفاء المقاومة، السلس المعطل. لذا هو يذهب أكثر إلى حكومة من يعني من 18 وزير، لأنه المفروض يكون في مناصفة 9 للمسلمين بما فيهم المقعد الدرزي وتسعة للمسيحيين. وهون يعتقد يعني وحسب التركيب اللي كان هو طرحها أنه ما بيكون في تلت معطل للفريق الآخر. أنا أعتبر أنه المشروع أكبر من هيك. المشروع يتعلق بمدى قدرة الحكومة التي ستشكل اليوم بأن تمسك هي السياسة التنفيذية في لبنان، فيما إذا فعلا نجح المخطط بعدم إجراء الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، يعني وبالتالي أصبحنا أمام فراغ. من لمين الصلاحية، لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة؟ الصراع اليوم هو صراع له عدة جوانب. أولا صراع صلاحيات، ثانيا صراع على تغيير الأعراف السائدة بما يتعلق بحقوق رئاسة الجمهورية ودور رئيس الجمهورية بكيفية تشكيل الحكومة. هنالك نهج لتغيير فكرة أنه التوافقية أو التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المكلف واجب وضروري لتشكيل الحكومة. هنالك من يسعى، يعني عم نشوف أنه في من يسعى إلى تغيير هذا النهج وتكريس عرف جديد بأن يكون القرار
استمرار مطلق إلى رئاسة الحكومة، رغم أنه الرئيس سعد الحريري أنكر هذا الموضوع وقال لا أنا بالنهاية قلت له أنه أنت سمي أعطيني خيارات، ولكن عندما يعني هون كمان يعني واضح وبعتقد أنه وقع حاله الرئيس سعد الحريري بهذا الموضوع أنه رئيس الجمهورية بيعطيه خيارات ثلاثة وهو بيقرر. هون لا، القرار بالأساس بحسب العرف السائد وبحسب وثيقة الوفاق الوطني وبحسب الدستور وبحسب النهج السائد يجمع ويرتبون. يعني إذا كل حدا بده يسمي ويطلب بحقائب هو يسمي الوزراء كرئيس حكومة، شو دوره بتشكيل الحكومة؟ بحسب وثيقة الوفاق الوطني اليوم وقت بدك تعملي أنت حكومة يكون فيها مناصفة مسلمين ومسيحيين، وقت اللي بده يكون في توازنات داخل الساحة السياسية تترجم بالحكومة، هذا موضوع يجب أن يكون متوافق عليه الجميع. وشفنا بمبادرة ماكرون كان مؤكد عندما طرح عندما اجتمعوا جميعهم بقصر الصنوبر قال لهم توافقوا جميعكم، هيدا مسألة محسومة انه اليوم ما في حدا بيقرر، اليوم بدهم يتوافقوا، وبالتالي اذا نحن بدنا نحترم حقوق الاخرين اذا على الاخرين ان يسموا هم وزرائهم، مش بيطرحوا خيارات ورئيس الحكومة هو اللي بيقرر. اعتقد وبحسب تقديره وبحسب تقدير العديد من المتابعين لهذا الملف هذا انتقاص لحقوق رئاسة الجمهورية. بس هيدا الطرح باستثناء بس التيار الوطني الحر. غير صحيح، لأن اليوم مش بس التيار الوطني الحر، التيار الوطني الحر قال نحن فينا نكون برات الحكومة، نحن خلينا نحكي عن موضوع رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية ترفض هذا النهج وهي تريد أن تكرس. بس هي قبلت لما عطى الرئيس الجمهورية اللي حلي أبرزها الرئيس الحريري بمؤتمر الصحفي الأخير، قبل أنه مشى معه بهذا الشيء لما عطاه ليحة بكل الأسماء بكل الحقائب وبكل الطوائف، وكأنه قال له أوكي روح أنت هود اللي حنقي منه مشكل. مش صحيح هذا الموضوع، لأن الموضوع مدار بهذا الإطار. يعني اليوم أول شيء ما كان في اتفاق على أن يكون هناك 18 وزير، هيدا خلينا نكون واضحين عليها. الخلاف أيضا اليوم درزي بترجع بقلك، الخلاف على الأقليات، الخلاف على مدى قدرة الحكومة التي ستشكل اليوم بأن يكون لديها القرار التنفيذي المطلق فيما إذا نجح مشروع عدم إجراء انتخابات نيابية وعدم إجراء انتخابات رئاسية تبعا لها، وبالتالي عدم التمديد لفخامة رئيس الجمهورية اليوم، وأن نحن نكون أمام واقع فراغ رئاسي وفراغ بموضوع السلطة النيابية، وبالتالي الحكومة تتولى زمام الأمور. مشان هيك ليس من مصلحة للرئيس سعد الحريري أو للفكر السياسي الذي هو يعني يسير به اليوم بأن يكون هنالك أي فريق آخر لديه قدرة على تعطيل وشل عمل الحكومة وعلى شل العمل السياسي التنفيذي، يكون في سلس معطل لفريق هو غير قادر على التحكم به. هي مسألة كتير مهمة وهيدي هي لب الخلاف بما يتعلق بالمسألة يعني الداخلية. بعدنا يعني الإنكار إنه مشكلة مش مشكلة سلس معطل، إنه الرئيس ما طالب بالسلسلة المعطلة بلا صحيحة. لا هي فعلا صحيحة. لأن يعني رئيس الجمهورية عم بيقول مرة واثنين وثلاثة إنه كل الكلام اللي عم يطلع من إعلاميين وبالصحف وغيره بمطالبتنا بسلسلة ضامن غير صحيح. صحيح أنه اليوم رئيس الجمهورية ما طالب أنه فريقه يكون هو لديه السلس الضامن، وبالتالي كمان بديك تشوفي أنه هل هنالك توافق على أنه تعطيل الحكومة والسير بالحكومة هو وفقا لمبدأ الميثاقية كما طرح وكان عم يطرح سماحة السيد حسن نصر الله، وقال أنه موضوع يعني موضوع السلس المعطل ليس هو من يعيق العمل التنفيذي، العمل الإداري والعمل الإجرائي والعمل السياسي والوطني التنفيذي للحكومة، في ميثاقية بالنهاية هي التي تحكم مدى مشروعية العمل في السلطة التنفيذية. اليوم ما في حدا موافق على مبدأ لا سير بموضوع الميثاقية واعتبار الميثاقية هي أساس لكي تكون أعمال الحكومة باطلة أو مشروعة، وبالمقلب الآخر ما في حدا كمان يعترف أنه هو يريد السلس المعطل لهذه الحكومة. إذن بما أنه اتفاق الطائف أعطى صلاحيات موسعة للحكومة وانتزع بعض الصلاحيات من رئاسة الجمهورية، واليوم يريدون تكريس نهج جديد بأن لا يكون رئيس الجمهورية هو مقرر بالتوازي مع رئيس الحكومة المكلف، المشكلة كبيرة جدا في الداخل اللبناني. وأعتقد أنه فيما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيبقى على موقفه بأن لا تكون الحكومة 20 وزير لن يكون هنالك حكومة في القريب. وإذا المشكلة بين مثل ما يقال سعد جبران، طبعا اكيد في خلاف بين سعد وجبران، يعني ما بدنا نتلطى ورا الشعارات الدبلوماسيه. جبران بس قدم طرح خذوا الحكومه واعطونا الاصلاحات بثلاث بنود، ممكن تطبيقها؟ غير ممكن تطبيقها. يعني اعتقد انا انه الوزير باسيل بهيدا بالطرح اللي طرحه بالنهايه هو حر، قال مش موضوع مش بالقوه، نحن فينا نكون برات الحكومه، ولكن يعرف تماما انه الاصلاحات هي ما بتنزل بالباراشوت. الاصلاحات بدها حكومه، بدها تعاون، وبدها توافق داخلي على العديد من البنود، سواء كنا عم نحكي بموضوع القوانين الاصلاحيه، صح، مكافحه الفساد، بس سعد الحريري لحاله هو اللي قادر يعطي ضمانه انه مشاريع تقار. تماما، وبالنهايه في هيدي بدها مشاريع قوانين، وهيدي مشاريع القوانين
القوانين بالنهاية كمان الوزير جبران باسيل عنده كتلة نيابية كبيرة موجودة داخل المجلس النيابي، هيدي الكتلة كمان بدها تكون موافقة على العديد من طروحات الإصلاحات لحتى نمشيها. أنا برأيي أنه الخطابات الشعبوية ليست بمكانها اليوم، يعني سواء كانت من جانب الرئيس الحريري ولا من جانب الوزير باسيل، تنكون واضحين الموضوع يحتاج فعلا إلى طاولة مستديرة بيجي تحصل عليها وبيصير في تفاهم عليها. إذا لم تستطع هذه الطاولة أن تنعقد في لبنان لابد إذن من الذهاب نحو تدويل الأزمة والتدويل له جوانب عدة. هذا عنه برعاية البطرك والمواقف اللي طلعت عنه، بس اليوم إذا كنا بلشت حديثك أنه جزء من المشكلة هي داخلية وجزء منها خارجي، اليوم كمان في وجهة نظر أنه المشكلة هي مشكلة وجود حزب الله داخل هذه الحكومة، وكما قال الرئيس السنيورة أنه اليوم التيار الوطن الحر ومعه رئيس جمهورية، يعني عم يحطه وكأنه الخلاف هو أزمة داخلية حول توزيع حقائق بينما حقيقة المشكلة هي موضوع حزب الله ومشاركته بالحكومة. هلا أكيد موضوع حزب الله ومشاركته بالحكومة هي مطلب خارجي، ما فينا ننكر أنه الإدارة الأمريكية وغيرها طلبوا بشكل مباشر على أن يكون حزب الله خارج هذه الحكومة، ولكن أيضا بالجانب الآخر وبمشهدية أخرى لا، اليوم كمان صدر موقف فرنسي وقال أنه بالنهاية هنالك مكون لبناني لا يمكن أن نتعامل معه بغير واقعية، وبالتالي هذا المكون هو موجود في الحياة السياسية، هنالك كتلة نيابية اختار الشعب اللبناني اسمه كتلة تابعة لحزب الله. فرنسا ولحاله ما قادر يعمل شيء بلبنان. لا بالتالي أنا عم بقلك عنه مشكلة وجود حزب الله بالحكومة، هذا موضوع لا يمكن أن يبحث على الطاولة من ناحية تشكيل الحكومة اليوم. حزب الله هو مكون سياسي في لبنان، لديه كتلة نيابية وازنة موجودة بالمجلس النيابي، لديه جناح سياسي موجود منذ زمن في لبنان، هنالك فريق كبير شعبي لبناني يؤمن بهذه المقاومة، وبالتالي هذا واقع اليوم، مش موضوع تشكيل حكومة يلغيه ولا موضوع مطلب أمريكي ولا مطلب خارجي يلغيه، هذا موضوع موجود في لبنان وعلى القوى السياسية اللبنانية بارتباطاتها الخارجية أن تعترف بهذا الواقع، يعني حتى ولو البعض بده يكون على مضض ولكن هذا واقع موجود اليوم، لا يمكن أن تلغي خيار شعبي، لا يمكن أن تلغي قرار شعبي، ولا يمكن أن تلغي كتلة نيابية موجودة فازت بالانتخابات النيابية. الحكومة ناطرين شو؟ ناطرين مساعدات دولية، ناطرين اهتمام دولي فينا، وبالتالي نحن إذا بنروح عكس التيار كمان مشكلة، لأنه اليوم بين الفرنساوي كان عم بغرد لحاله بموضوع مبادرته وموضوع حزب الله لا لم يكن يغرد الرئيس ماكرون عندما طرح المبادرة. من قبل هلأ ما تحقق شيء من المبادرة الفرنسية طبعا. برأيك لو كان في توافق دولي إقليمي على الأقل ما كنا حققنا شيء من هاي المبادرة؟ لم تتحقق المبادرة الفرنسية، لأن باعتراف الفرنسيين يعني سواء الوزير ماكرون أو وزير الخارجية الفرنسي بالنهاية الخطأ صدر من الجانب الداخلي اللي اعتبروا أنهم يغشوا المبادرة الفرنسية لأنهم لم يستطيعوا الوصول إلى توافق داخلي اللي كنا عم نحكي عنه، وبالتالي مثل ما عندنا الشرط الأساسي للمبادرة الفرنسية كانت التوافق الداخلي لعدم إلغاء أي شخص، وبالتالي تشكيل توافق إقليمي وما في توافق داخلي كانت تشكلت الحكومة أو لا؟ أنا أعتقد أنه لو كان في توافق إقليمي وعدم وجود توافق داخلي كانت تشكلت الحكومة، لأنه يعني اليوم لما الفرنسيين يقولوا حجة أنه أنتوا ما توافقتوا كمان يعني ما رح نصدقها. ما بدنا ننسى أنه في عندك جانب عربي غير متوافق بعد على العديد من البنود اللي لها علاقة بالمصالح العربية والخليجية بهذا الشرق، الشرق البحر الأبيض المتوسط. عربي أمريكي اليوم في عنا فرنسي. مش بس الخلاف هو سعودي إيراني كما يصور أنه نحن داخل محور أمريكي إيراني، وهذا المحور اللي نحن موجودين فيه هو يعيق التقدم ويعيق يعني سير الحياة السياسية الطبيعية في لبنان. نحن عنا أزمة أكبر وهذا نادرا ما يحكى فيها، هو الخلاف العربي الذي يترجم في لبنان. يعني اليوم وقت منشوف هلأ صحيح صار في تقارب قطري سعودي ونوع من مصالحة قطرية سعودية، ولكن حتى الساعة ما في توافق على العديد من النقاط اللي لها علاقة بهذه الدول، سواء سوريا سواء الأردن سواء لبنان سواء حتى موضوع فلسطين وصفقة القرن، إلى هنالك من المسائل المعقدة اللي ليس هنالك من توافق عربي، وقلناها ونكررها. الرئيس سعد الحريري عندما طرح نفسه رئيس حكومة مكلف في لبنان لم يكن قد حظي بعد على مباركة تامة ومطلقة من الجانب العربي الكامل، خاصة بموضوع الجانب السعودي. عظيم. لهلأ حصل على الموافقة أو بس بعد المشكلة السعودية؟ بحسب المعطيات التي لدينا لم يحظى على موافقة وعلى مباركة كاملة، لا غربية ولا حتى فرنسية ولا حتى أمريكية ولا حتى عربية. طبعا أكيد هم لا يضعون العراقيل أمام
الرئيس سعد الحريري، يعني مش موضوع محاصرة الحكومة كما تم محاصرة حكومة الرئيس حسان دياب، ولكن عدم الرفض لا يعني الرضا المطلق، وهنالك شروط عليك أن تطرح إصلاحات وأن تأتي بحكومة فيها نوع من التوافق مع الداخل، وهذا أمر لم يستطع حتى الساعة تأمينه. بالصدفة كان يعني لقاؤه قديه تعذر لقاؤه مع رئيس الجمهورية، بس حصل هذا اللقاء بعد لقاؤه ماكرون تاني يوم الرئيس الحريري؟ لا طبعا أكيد مش صدفة، لأنه الرئيس ماكرون كان عنده إصرار، وإصرار واضح وعلني وترجم مؤخرا بالعديد من المواقف اللي صدرت، أنه لن يكون هنالك أي مباركة أوروبية وفرنسية لأي حكومة تتشكل دون رضا رئيس الجمهورية اللبنانية. بس لما طلع الرئيس الحريري، وبالتالي أصبح الرئيس سعد الحريري أمام واقع مسلم به، عليه الاستحصال على رضا رئيس الجمهورية قبل تشكيل الحكومة، لأن لبنان لا يعد ولا يستطيع أن يحتمل تشكيل حكومة تأتي بعمل معطل مسبقا قبل أن تبدأ بمهمتها. يعني هلا المشكلة مين بيرخي قبل التاني، مين بيقدم تنازلات قبل التاني؟ الموضوع كان رئيس المكلف أو رئيس الجمهورية؟ ما في تنازلات، موضوع مش بس تنازلات، موضوع إذا بده يكون في تنازل بده يكون في تنازل عن التعنت، بده يكون في تنازل عن عدم، يعني إذا قبل رئيس الحريري بعشرين ممكن ساعتها نبلش شوي شوي حلحله طبيعي، علما انه كان واضح بموضوع الثالث انه مستحيل مثل ما قال بيكون. حتى في طرح انه ممكن يطلع ل 22 وزير، وبالتالي بيكون في حتى يعني حقوق للاقليات، بس هذا الموضوع يمكن قد بيخوفوا لجهه مثل ما قلنا موضوع يعني القرار المطلق بالحكومه لجهه تشكيل السلسل المعطل، يعني الثلث زائد واحد. ولكن انا اللي بدي اقول لك اياه اليوم انه مش موضوع تنازلات، انه نحن اوكي مثل ما عم نسمع بعض التصاريح اللي عم تطلع وتقول انه نحن امام ازمه كثير كبيره، في عنا اقتصاد وفي عنا مخاطر وفي عنا، وهذا واقع كتير مزبوط. طيب يتنازل شوي رئيس الجمهورية أو يتنازل شوي رئيس سعد الحريري، موضوع مش بالتنازلات، الموضوع بتطبيق الحقوق. اليوم في حقوق، هذه الحقوق هي بدها تتطبق، انت بدك تعترف انه في حقوق لرئاسه الجمهوريه بتسميه وزرائه، هذا موضوع يعني اليوم بدك تعترف انه الدروس بيقولوا للناس انتم هلا معليه جوعوا، معليه دولار يوصل ل 10,000، معليه بكره تنكه البنزين 100,000، معليه معليه معليه، بس اهم شيء يكون في صلاحيات لرئاسه الجمهوريه او صلاحيات لرئاسه الحكومه. الناس بتجوع، الناس بتفقر، الناس ما معها تفوت على مستشفيات، ناس بتموت عادي، لا. بس في صلاحية رئاسة الجمهورية بالدق وصلاحية رئاسة الحكومة بالدق. هذا الموضوع هيك وصلنا؟ لا هذا الموضوع مش بعناوينه هيك، لأنه الصلاحيات اللي نحن عم نحكي معها هي بدها تكون المرتكز الأساسي لحتى الحكومة تكون جدا فاعلة وأنقاذية، لأنه إذا بدأت الحكومة هالشيء، إذا بدأت الحكومة دون وفاق داخلي ودون رضا خارجي وإقليمي عليها، إذا بدأت الحكومة اليوم يعني بفريق يستأثر بالسلطة ويسعى إلى تعطيل بالمستقبل، إذا سنكون أمام حكومة كمان ستحظى الحصار الخارجي، لن تكون حكومة إنقاذية وإصلاحية كما هو مطلوب، وسيغرق الداخل اللبناني بمزيد من النكبات وبمزيد من المآسي الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية وحتى ربما الأمنية، لأنه هذا موضوع كتير خطير. تشكيل حكومة مش موضوع حقوق ونحن عم نتنازل على الحقوق، يعني هن مش اثنين مجوزين وعم بيطلقوا وعم بيتقاسموا المغانم، مش هيك الموضوع. الموضوع أنه اليوم أعرف هلا من الفترة بآخر سنتين من ولاية رئيس الجمهورية صرنا بدنا نكرس اعراف وصلاحيات، يعني موضوع تكريس الصلاحيات والاعراف برجع بقول لك مش موضوع يتنازل عنه او موضوع يتم التغاضي عنه هيك بس فقط انه تتعنتا بالحقوق، لان هذا مرتكز لكي تكون فعلا الحكومه سياديه، لكي تكون فعلا الحكومه انقاذيه، لانه برجع بقول لك اذا بلشت يعني بشكل غير متماسك، اذا بلشت غير متينه، بلشت هالشيء لن تستطيع على تحقيق اي من المشاريع الانقاذيه والاصلاحيه اللي طرحها المجتمع الدولي، وهيدي نقطة كتير مهمة اللي فرضها علينا المجتمع الدولي أكثر من كلمة طرحها. هلا فرضها المجتمع الدولي أنا بعتبر إنه فرضها الواقع صراحة، لأنه لبنان فعلا سقط، يعني نحن عن جد فعلا بالانهيار، وبالتالي هذا بدلك على إنه السياسات اللي كانت معتمدة سابقا هي فعلا سياسات فاشلة، ونحن أمام مفترق جديد لتطبيق يعني استراتيجيات وطنية جديدة حتى الساعة منا موجودة. وبالتالي انت وقت بدك تعمل استراتيجية وطنية، خلينا نقول استراتيجية وطنية نقدية او مالية او حتى تنموية، اذا ما في توافق داخل الحكومة، اذا ما في توافق بين السلطات الثلاث على موضوع كيف بدها تنشأ هذه الاستراتيجيات، سنكون امام حكومة شكلية فقط مثل الموجود حاليا، ولكن ما في نتيجة لها.
نماذج الحكومات الوحدة الوطنية اللي كنا نعملهم قبل 17 تشرين. هلا موضوع التسميات يحتمل العديد من التفسيرات. هلا نحن بنعرف انه الديمقراطية التوافقية سقطت، بدنا نروح لاتجاه نوع جديد من الديمقراطيات. نحن ما فينا نكون بنظام رئاسي، ولا حدا عم يسعى لانه يكون نظام رئاسي كما يشاع انه لا يسعى رئيس الجمهورية الى استعادة حقوق اكثر من المكانة قبل يعني هذا الحديث الشعبي. نحن امام واقع يحتاج الى العديد من خليني اقول المنهجيه لتحسين الوضع في لبنان، منا ايضا تعديل الدستور. يعني ما بعرف هذا الموضوع ما لازم يكون تابو سجي تابو انه لا ممنوع نحن نحكي بموضوع تعديل الدستور. موضوع مؤتمر تاسيسي لتعديل بنود الدستور هذا امر اصبح محسوم لانه الدستور تبين انه فيه كثير من العقبات التي هي يعني هي بالاساس مؤثره جدا على الوضع اللي نحن وصلنا له. منا مثلا ما في بند بيقول لك الى اي مدى يستطيع الرئيس المكلف ان يبقى دون تشكيل الحكومه وغيرها من البنود ما بدنا نعددها. عندك موضوع الديمقراطية التوافقية سقطت، بدنا نروح على نوع جديد من الديمقراطية يكون فيها توافق وأيضا يكون فيها إشراك. بحجة الميثاقية والكل لازم يكون مشارك وتمثيل حقوق الطوائف، بعدنا بنفس النغمة. طب نحن اليوم ما استطعنا نأسس دولة مدنية، ما استطعنا إنه يصير في عنا مجلس شيوخ، بعدنا بهيدا ضمن يعني إطار الدستور اللي عم بيحكي. أنت كيف بدك تقنع اليوم لبناني ما معه عم بفكر بكرة إذا قادر يوصل على شغله أو لا، إذا قادر يتعامل أولاده أو لا، إنه لما يصير في حكومة فيها اثنين دروز تأمنت حقوقه؟ هلا هذا موضوع مش بهالبساطه. هيدا هيك بلا الموضوع مش بهالبساطه. الموضوع مش بهالبساطه. انا رح اقول لك اليوم عم نتخانق نحن ليكونوا دروز مش بوزير بوزيرين، وكمان نفوت الكاثوليك مش بوزير بوزيرين. طبعا اكيد انه للوزير 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 الدرزي لحاله وللوزير المسيحي وللوزير السني ولا شيء قادر لحاله اليوم ينقذ حياه هذا المواطن اللي هو اليوم عم بيعاني لحتى يستمر بمعيشته. الجانب الاقتصادي والمعيشي كلنا متفقين على انه هو كارثي ويجنح اكثر الى ان يكون حتى اكثر من كارثي. يعني نحن مش عارفين حالنا لوين رايحين، ولكن بالمقلب السياسي الاخر نحن في عنا نظام قائم، في عنا مؤسسات قائمه، في عنا دستور. نحن ما فينا كرمال هذا السبب نطيح بكل مكونات الدوله وبكل مؤسسات الدوله. وهذا الدستور من مال نحن عاجبنا ما بنقبل ابدا انه نعمل مؤتمر تاسيسي لنعدل فيه، ومن مال ثاني لا نتيجة الظروف اللي هي قاهرة بدنا نتغاضى عن بعض الجوانب. يا عنا دستور بدنا نمشي تحت غطائه وتحت نزلته، بدنا نطبقه حرفيا ونطبق وثيقة الوفاق الوطني مثل ما هي ونحترم كامل الحقوق، يا أما كمان مثل ما هو مخترب النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام المعيشي رايحين باتجاه خربان للنظام السياسي دون أن يكون هنالك بديل. لا نحن في عنا نظام سياسي هلأ قائم، نحن منا معه، نحن منريد انه نغيره، بس بدنا نغيره وفقا للاسس يعني وفقا للاسس السياسيه والقانونيه والاسس الدوليه المعترف بها. من هلا لنجي نغيره في حقوق ما في حدا يتغاضاها، بدنا حكومه تكون فعلا هي بتامن التوازن الطائفي وتحترم التوازنات الداخليه والحقوق التي تعود الى كل السلطات لحتى نحن نكون مشينا على الاساس القويم. مش تتشكل حكومه تقعد بوجنا سنتين ثلاثه تتعنت وما تستقيل يعني وما تعمل شيء. للاسف بدنا نفكر بحكومه تشتغل بسنه ونص، عم نفكر بحكومه لما يبطل في رئيس جمهوريه اذا هي رح تحكم او لا. هيدا ما عندنا تجارب مشجعه سابقه مع الحكومات اللي تعاقبت سابقا، خاصه حكومات الرئيس سعد الحريري. وبتمنى انه ما يكون الموضوع يتاخذ دائما كان نحن عم نحكي معه بالشخصي، هو بيعرف يعني ما هو كمان اعترف وقال انه نحن بكثير من الـ من الـ من المواضع فشلنا. وبالتالي لما كانت هو تجربته كانت بمكان ما عظيم، هلا جاي يغير التجربه. هالمره ما بقى بدي حكومات وحده وطنيه وانا بدنا نجيب فريق عمل متجانس. يعني انا اذا وقف هو على المنبر اذا وقف الرئيس سعد الحريري او غيره على المنبر يعني بشبوبيته الحلوه وقال انا حابب غير، يعني المفروض نصدق له ونزقف له؟ ما شو الاستراتيجيه اللي عم تطرحها؟ شو الموضوع اللي عم تطرحه اذا انت من اول منك مبلش عم بتحاول انك تقصي حقوق هي بالاساس مكرسه بالدستور؟ رد على هذا الموضوع. ولكن نحن قال احنا اكثر ناس حريصين على حقوق المسيحيين اكثر من غيرنا. ما نصدق نحن حقنا نشوف انه هو فعلا يطبق على الارض. يمكن يكون الزلمه مقتنع انه هو فعلا يريد الاصلاح ولكن لا يستطيع ان يجد اليه لكيفيه تطبيقها بالداخل. وشفنا بالقبل لما كان هو عم يجتمع مع بعض الفرقاء السياسيين ويعدهم بمقاعد وزاريه ويستبعد فرقاء اخرين. اذا انا بعتقد انه نحن بنريد
انه الرئيس سعد الحريري يستعيد مكانته السياسيه، ولكن طبعا باستراتيجيه وبنهج وبمنهجيه جديده. نحن بنتمنى منه انه يراجع حساباته بهذا الموضوع، ويعني الكثير من التعنت لن يوصل احد الى مبتغاه السياسي والوطني، لا بل بالعكس سيكون مساهما للتاريخ بالعديد من الدمار اللي نحن واصلين له. خلينا ناخذ فاصل اعلاني قصير، نعود بعدها الى موضوع مؤتمر دولي تدويل الازمه والخوف منه اليوم وما يستتبعه من موضوع مؤتمر تاسيسي وغيره. فاصل قصير ونعود بعدها للمتابعة. عودة لمتابعة الحوار مع ضيفتي الكاتبة السياسية المحامية ساندريلا مرهج. مرة جديدة أهلا وسهلا فيك. ست ساندريلا، يعني طرح البطرك يمكن لما فقد الأمل، ومثل ما قلت بسياق حديثك أنه ما زال ما قادرين نحل أزمتنا، خلي يكون في تدخل دولي. وهون شفنا الأصوات اللي قالت أنه هيدا خرق للسيادة وتدخل دولي وغيرها. هل برأيك اليوم الأمم المتحدة، طبعا نقول دول أخرى، جاهزة أصلا لترعى أي حل بلبنان؟ أولا بدنا نشوف الحقبة اللي تم طرح فيها هذا الموضوع. ما بدنا ننسى أنه نحن بعدنا طالعين من انفجار العاصمة، يعني طالعين من انفجار مرفق بيروت، ونتيجة انفجار مرفق بيروت شفنا التفاف دولي على لبنان والعديد من الدول اللي هي أبدت استعدادها اللي مساعدة لبنان بالعديد من الميادين. هذا أول نقطة. النقطة الثانية، مثل ما حكينا أنه دايما البطريركية المارونية هي تسعى إلى تأمين الوفاق وإلى تكريس العيش المشترك على مدى التاريخ. يعني التاريخ لبنان بالنهاية البطريركية المارونية لعبت دور كبير بلم الشمل يعني الداخل اللبناني، سواء بين المسيحيين بذاتهم أو بين المسيحيين والمسلمين وإلى ما هنالك. ولكن حتى بالحقبات اللي مر فيها لبنان شفنا أنه عندما نوصل إلى مفترق طرق في هذا الانهيار الكبير، سواء بفترات كان في عنا حرب أهلية أو تدمير أو محاولات عديدة لاحتلال لبنان من عدة جهات، وشفنا أنه في عدم توافق داخلي، يعني بتشوفي أنه لبنان بيصير فجأة بحضن المجتمع الدولي ولكل جهة مصالحها بهذا الوطن. اليوم في عنا متغيرات، مثل ما قلت لك أصبح الفساد مستشري وأصبح الفساد دموي، بلش بموضوع مرفق بيروت وإن شاء الله ينتهي بموضوع مرفق بيروت. شفنا انه الحكومة معطلة، يعني ما في احتضان كامل لدور رئاسة الجمهورية، في اتهامات متبادلة، في احزاب اليوم عم تتناحر وعم بتعلي الصوت تجاه بعضها، في اتهامات متبادلة بالتعطيل، هذا بيتهم سلاح حزب الله، الاخر بيتهم الارتهان الى الخارج. اذا الوضع في لبنان هو فعلا وضع مأساوي، وبالتالي هيدي الحقبة بتعيدنا إلى حقبات سابقة. من هالمنطلق هيدا ونتيجة يعني عدة إشارات أتت إلى البطريركية المارونية وإلى لبنان أنه الدول مستعدة لمساعدة هذا البلد، طرح موضوع المؤتمر دولي برعاية أممية. لأنه فعلا نحن بدي أسألك شغلة، أنه مؤتمر سادر والمؤتمرات اللي حكيت عن موضوع يعني إعانة لبنان وتقديم المساعدات المالية إلى لبنان وتقديم المشاريع الاقتصادية، ما هو سؤال، هي ما كانت هيدي مؤتمرات دولية؟ صح، بس مش مساعدات. هي مؤتمرات دولية، هي مؤتمرات دولية وضعت شروط وحكت بأزمة داخلية وكان عندها تفاصيل تتعلق بكيفية الإدارة الداخلية وكيف استشرى الفساد وأين هي مكامن الفساد في لبنان وإلى ما هنالك. اليوم عم نحكي عن موضوع المؤتمر الدولي. طبعا هذا الموضوع إجا من بعد كمان ما طرحت البطريركية المارونية موضوع الحياد الإيجابي، للبعض فسر على ذوقه، للبعض كان مسكر عليها من البدء، وللبعض قال خلينا نشوف شو هي طروحات الحياد الإيجابي، واللي أنا كنت من الأشخاص اللي عم نقول الحياد الإيجابي بالعديد من بنوده وفقا للمفهوم الدولي الموجود والمكرس، يعني اللي هو مفسر بالأمم المتحدة، ممكن أن يكون الحياد إيجابي هو فعلا لديه نتائج إيجابية على لبنان للنواحي الاقتصادية وللنواحي السياسية، وهذا موضوع ما له علاقة أبدا بالاستراتيجية الوطنية المعادية للعدو الإسرائيلي والإيمان بالقضية إذا الفلسطينية. إذا بدنا نحكي فيه هذا الحياد ما تم التوافق عليه بطاولة الحوار بعبدة بعهد الرئيس ميشيل عون، لما حكى عن النائب النفس بإعلان بعبدة تماما، ولكن يعني نوعا ما كان اعلان حياد لما ننقل الحياد عن المشاكل، هو ذاته حياد ايجابي. صحيح، وافقوا عليه كل الاطراف وشفنا بعدين مواقف، ولكن النائب النفس كما طرح لديه يعني خليني اقول سياسه داخليه، ولكن الحياد كما يطرح من البطرك لديه مفاعيل دوليه، وهو يعني مصطلح حتى قانوني دولي. عندما بتطرحي الحياد الايجابي وبتسلمي هذا الحياد الى الامم المتحده، تلزمين الدول الاعضاء بالامم المتحده أن تتعامل مع لبنان. نحن بدنا نلزم أعضاء الأمم، دول أعضاء جوا بل بالحكومة الأحزاب،
انه يمارسوا هذا الحياد. ستري مال انا عم بحاول اشرح انه موضوع الحياد الايجابي هو لديه مفاعيل دوليه عظيم. مثل ما موجود بعده دول هي تنتهج الحياد الايجابي تلزم الدول بعدم تطبيق على هذا البلد عقوبات مثلا. هذه احدى الايجابيات. يعني اليوم ما بتقدر تجي الاداره الامريكيه وتقول لك انا بدي اطبق عقوبات او بدي اخلي لبنان يكون من ضمن من ضمن الدول اللي بدي اطبق عليها قانون قيصر لانه هي مثلا تتعاون مع سوريا او غيرها. قادرين نحن نمارس هذا الحياد الايجابي؟ هلا الحياد الايجابي بعد ما انطرح بي 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 بكل بنوده لحتى يصير في حوار حول طرح. شفنا كيف قامت الايام عليه للبطرك ووصلت لدرجه يعني اتهامات. اوكي ما طرح وهو طرح هذا الموضوع. البعض فسر انه هو استهداف لفريق دون الاخر. اخطا بعتقد ما يعني نحن بالنهايه البطريركيه بنعتبرها مرجعيه هي لا تعمل الا لمصلحه هذا الوطن وابنائه. ولكن بمكان ما بعتقد انه الكلام عن سلاح حزب الله بالتوازي مع كلام الحياد الايجابي اللي طرح من البطرك كان فيه نوع من خطأ بهذه أخطأ المرحلة. لا عم بحكي أخطأت البطريركية بطرح هذا الموضوع مع هذا الموضوع. ربما ما بعرف أعتقد أنه كان الموضوع ما لازم ينطرح بالتوازي مع فكرة الحياد الإيجابي. أما النقطة الثانية شفنا موضوع المؤتمر. وين أخطأت البطريركية بالموضوع؟ قلت لك طرح الحياد الإيجابي لديه العديد من الإيجابيات في لبنان. كيف نطرح حياد إيجابي وكل مفترق ما عندنا سلطة عليه؟ ستري مان خليني كفي الفكرة. نحن أمام كل مفترق وأمام كل طرح بيصير هنالك أحزاب تركب موجة أي تحرك أو أي طرح يحصل. عندما طرح البطريرك الماروني موضوع الحياد الإيجابي لم يكن الموضوع له علاقة بالسلاح وبالاستراتيجية الدفاعية. أتت أحزاب أخرى تبنت بشكل سريع هذا أتت أحزاب يعني تبنت بشكل سريع موضوع الحياد الإيجابي ولصقت موضوع حزب الله وسلاح حزب الله بهذا الطرح. ومعروف أنه هذا الموضوع هو موضوع خلافي. أوكي هذا موضوع مش كان مطروح بموضوع الحياد الإيجابي. تبنى طرحهم البطرك وهنا أعتبر أنه الموضوع جنح عن فكرة الحياد الإيجابي بالأساس اللي نحن قلنا قد تكون إيجابية. هلأ من بعد الحياد الإيجابي شفنا صار انفجار مرفأ بيروت وصارت كل هالأزمات الاقتصادية والوضع المعيشي المزري والليرة اللبنانية اللي تدهور. إذن حكم بموضوع التدويل. هل التدويل هو وفقا للفصل السابع أم ليس وفقا للفصل السابع؟ كمان ما حكى البطرك ما يقولوا شي ما قال. البطريرك الماروني لم يطرح مؤتمر دولي برعاية أممية برعاية الأمم المتحدة تحت الفصل السابع. ليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شاف في خرق للسيادة؟ الأمين العام السيد حسن نصر الله عندما تحدث عن موضوع وقال أنه ما يهددونا بموضوع الفصل السابع لم يكن يتحدث عن البطرك ولم يكن أي دعوة إلى التدويل هي خرق السيادة اللبنانية تحت الفصل السابع. لا بشكل واضح يعني اليوم بحال مؤتمر دولي بعيدا عن الفصل السابع حزب الله رح يقبل فيه. رح أقول لك شغلي عندما تناول سماحة السيد حسن نصر الله موضوع أنه ما يهددونا وصار فيه صار فيه وبكركي ما بتتهدد صار فيه ردات الفعل اللي يعني مثل واحد ناطر الثاني على الحرف لم يكن يقصد البطريركية المارونية. لأن من يتابع السياسة اللي حاصل اليوم يعرف تماما أن هنالك جهات كما سعت للتآمر على حرب تموز 2006 كما سعت للتآمر مع العدو الإسرائيلي ومع جهات أخرى للحرب على لبنان. هنالك جهات في الداخل اختلطت على حزب الله الدعوة بين التي أطلقها البطرك وبين الأحزاب التي تبنت هذا الدعوة وحملتها يمكن أكثر ما بتحمل. هلا أنا عم بشوف أنه يعني أنت حتى عم تقوليني كلامي. لا لأنه أنت اليوم عم بتقولي أنه وكأنه يعني ستريمان يا أما عم تسمعي شو عم بقول يا أما بدك تقوليني كلامي. أنا قلت لك أنه سماحة السيد حسن نصر الله عندما تناول موضوع التدويل تحت الفصل السابع وما حدا يهددنا لم يكن يقصد البطريركية المارونية. قصد جهات هي بنفسها كانت بفترات سابقة تتآمر على الدولة اللبنانية تتآمر على حزب الله وعلى سلاح حزب الله بال 2006 وفي معلومات أنها تقوم أيضا اليوم بالتآمر عبر جهات دولية لكي يصبح لبنان تحت رعاية أممية ما تحت الفصل السابع لكي يستهدف مجددا حزب الله وسلاح حزب الله. والحديث لم يكن موجها إلى البطريركية المارونية بل إلى الأحزاب التي تريد في كل مرحلة أن تستأثر أيضا وأن تركب موجة أي حراك أو أن تركب موجة أي طرح سياسي لكي تنفذ مشروع. الكلام لم يكن موجها إلى البطريركية المارونية. والبطريركية المارونية عندما طرحت التدويل بالأمم المتحدة لم تقصد الفصل السابع أبدا. رح يرضى حزب الله. طب أنا بدي أقول شغلي. طب أنا جاوبيني اليوم طرح البطرك بعيدا عن الفصل السابع مؤتمر دولي رعاية الأزمة اللبنانية وحلها ما بعرف وين بيوصل وكيف تخلص المشكلة.
سيقبل حزب الله بهذا المؤتمر بعيدا عن الفصل السابع كما طرحه البطرك؟ عندما نكون أمام مؤتمر دولي بالمعنى الحقيقي للكلمة دون أن تستثنى منه الدول التي هي تعتبر صديقة لمحور المقاومة أو هي متحالفة مع محور المقاومة، عندها نكون فعلا أمام مؤتمر دولي يريد أن يعني بدنا نحط على هذا المؤتمر يريد أن يرعى الحالة اللبنانية، تكون إيران حاضرة هذا الشرط؟ طبعا ليه لا، يعني بالنهاية ما حضر إلى لبنان يعني مسؤولين إيرانيين رسميين، منا مؤخرا كان حضر إلى لبنان يعني رئيس مجلس النواب السابق، وكان في طرح وزار أشخاص لبنانيين وزار رموز لبنانية سياسية، وقال إنه إيران مستعدة لمساعدة لبنان. طب إذا نحن بدنا نستثني إيران من يعني بمساعدة لبنان بالعديد من الجوانب، روسيا طرحت، الصين طرحت، يعني نحن في عنا مواضيع مشتركة نحن وسوريا، وأنا كتبتها بمقالة اليوم، سوريا تبدأ بمشروع إعادة الأعمار ولبنان لم يستطع حتى الساعة أن يبدأ بموضوع إعادة الأعمار، هنالك مواضيع مشتركة اقتصادية فيما بيننا وبين الجمهورية السورية. الرئيس سعد الحريري حتى الساعة ربما لا يعترف بهذا النظام ويريد أن يكون على رأس حكومة إنقاذية. عندك مشاريع عم تطرح الدول اليوم، يعني الدول التي تقدمت بعقود وصار في عقود وعقود بمليارات الدولارات توقع مع سوريا بالاتصالات، بالنقل، بسكك الحديد، بموضوع الزراعة، بموضوع الصناعة، بخطوط الغاز، بخطوط النفط. لبنان لا يمكن أن يكون بمنأى عنا إذا نحن مش قادرين نوصل اليوم لتوافق حول هذه المسائل وتموضع لبنان بأي محور يريد أن يكون من دون أن يعادل المحور الآخر. طبعا تتجه شرقا وغربا ولكن يكون في نوع من حياد حطيتي ايدك على الجرح، نحن ما رح فينا نكون امام، قادرين نحن اليوم ان نرفض محور على حساب محور اخر؟ نحن اليوم ما فينا نكون بمؤتمر دولي لم لا يكون فعلا دوليا عادي. بالمعنى حزب الحقيقي للكلمة يقبل بان يتخلى عن المحور اللي هو فيه؟ ليش بده يتخلى عن المحور اللي هو فيه؟ يعني ما فهمت شو السؤال. سؤال انه اليوم حزب الله نحن عم ندفع ثمن سياسي. مين قال حزب الله نحن عم ندفع ثمن سياسي؟ نحن اليوم لبنان الازمه جزء من الازمه الاقتصاديه، ما عم ندفع ثمن حصار سياسي على لبنان من امريكا والدول العربيه بسبب سياسه حزب الله؟ لا، نحن اليوم عم ندفع ثمن، نحن اليوم عم ندفع ثمن سياسه استعماريه احتلاليه تريد ان تحتل لبنان، تريد ان تسيطر على مغانم لبنان، تريد ان تهجر ابناء هذا الوطن. مين؟ تريد العدو الاسرائيلي واعوانه. عم بحكيك اليوم عن الامريكيين وعن الخليجيين، نحن ما عم نقول، عم تحكي تحياد إيجابي، إسرائيل بعيدة عن النقاش. ليش إسرائيل عدوة وهيدا وأطماعها بلبنان ما في نقاش. أنا أقول إنه الحياد الإيجابي مثل ما صوروا البعض إنه هو محاباة لإسرائيل، هذا في غير مكانه، لأنه الحياد ما دخلوا بموضوع العدو. بطرح البطرك اللي ما جاب فيه سيرة إسرائيل، وإسرائيل عدو من هون إلى حزب الله، اليوم قادر إنه هو يكون يمشي إذا بكرة إيران طلبت منه أي طلب، قادر يمارس هذا الحياد؟ يعني لما راح شارك بالحرب بسوريا، إذا بكرة إيران طلبت منه يرجع يروح يشارك بالحرب بسوريا، قادر إلا لا أنا ملتزم؟ هلا انت صارت باعلان بعبده ورفضها، يعني بكره بياخذ نعمل اعلان ثاني بيطلع بحزب الله وبيرفضها. يعني هلا انت عم تصوري الموضوع وكانه حزب الله هو فقط اداه عمياء امام كل ما يملى عليه من ايران، يعني هيك شايفين انتم حزب الله او هيك شايفين الدور الايراني في لبنان، انه الفريق اللي بيحكي بهيدا المنطق انتم شايفين انه هي ايران فقط ستقوم بدور تعطيلي بلبنان، يعني بس هي تستعمل حزب الله لتعطيل لبنان لمصلحتها اللي عم بتكون ببعض المحلات عم بتصب يعني التعطيلة. هي مصلحه ايران بحسب رايكم هي انه يكون لبنان بلد منهار وبلد متدهور ويكون ما في مؤسسات وما في دولة وما في حكومة، هيدي مصلحة إيران في هذا البلد؟ أنت عم تحكي عن هي النتيجة صارت هيك، هي مش شوفي. هدفها بس هي بسبب هيدي السياسة. أنا أعتقد أنه هذا السجال سيكون سجالا عقيما، لأنه هنالك فئة بس مقتنعة أنه حزب الله هو أداة إيرانية وتطبق فقط المشروع الإيراني الذي يريد يعني احتلال هذا الوطن. هذا فكر يعني شو ما حكينا رح نضل محلنا فيه. أما الموضوع هو في مكان آخر وفي مكان أعمق، نحن أمام مشروع لهذا الوطن، هذا الوطن مبلوع، هيدا الوطن مبلوع، لو ما كان في مقاومة كان مبلوع. وأنا ما بدي دير دايما أرجع أحكي بهيدا المواقف اللي أصبحت ثابتة، نحن في عنا عدو إسرائيلي كان موجود محتل الأرض اللبنانية وما زال محتل الأرض اللبنانية، تبين عنا هلأ في عنا ثروة نفطية حتى محتلينا إخدينا. اليوم إذا كان في مقاومة عم توقف بوجه المشروع الاستعماري والاحتلالي وبوجه مشروع يعني اعتبار لبنان كمان مستوطنة مثل ما أخذوا فلسطين واحتلال لبنان، أصبح نحن عم ندفع
سياسة دفاعنا عن ذاتنا أم عم ندفع سياسة المشروع الذي لا يريد أن يقتنع أنه لا يمكنه احتلال هذا الوطن وغصب ثرواته وتهجير أهله؟ يعني بدي أعرف أنا نحن شو عم ندفع حساب شو؟ إذا كنا نحن هلأ اليوم عم ندفع حساب كرامتنا وعزتنا لأن نحن واقفين بوجه احتلال بوجه عدو غاصب، يعني ما بدنا ننسى مجازره الدموية التي لا تسقط بمرور الزمن بلبنان، إذا كنا نحن عم ندفع هذا الثمن عال فليكن، نحن نريد أن ندفع هذا الثمن وسنموت بكرامتنا ولن نموت خاضعين وخانعين للعدو الإسرائيلي. وأنا بدي أقول لك شغلة، هذا المحور اليوم لديه قوة، هذه القوة لا يمكن أن يلغوها. في قوة صارت يعني شئنا أم أبينا، هل قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة بتحالفاتها الخارجية بامتداداتها الدولية، خلينا بنكون بعاد عن التعصب الطائفي. كيف استغلت هيدي القوة لمصلحة لبنان؟ ما عم بقول لك هيدي القوة استغلت لمصلحة لبنان بعدة مكان، انه حررنا الأرض وعملنا توازن رعب. لا هيدا مشي هيدا مشي ما هيك عظيم. لا بس خلينا لا لا بس إذا خلص يلا حررنا الأرض ورحلنا شهداء ونحن بعدنا بلد 10452 كيلومتر مربع وسيادتنا موجودة، بس انه خلص يلا معلي هيدا ما بيمشي الحال هيك. لا لا، إذا في ناس عندها مشكلة بالنسيان بالتاريخ، ذاكرتها ضعيفة، في ناس ذاكرتها ما ضعيفة، إذا في ناس هي تمتهن وهي بطبيعتها، عفوا مش عم بحكي عن حضرتك ولكن عن الجمهور اللي عنده هيدا الرأي، عنده جحود سياسي وجحود وطني، في فريق آخر لا عنده وفاء وطني وما عنده جحود وطني. اليوم بدنا نعترف لبنان عنده بس اليوم حتى التيار الوطني لبنان عنده هو خاصية. الحليف اللصيق بحزب الله شفنا برأيه بتفاهم مرم خيال قدي حكى عن الأخطاء اللي مارسها حزب الله بالداخل. هلا نحن ما عم نقول انه ما مارس اخطاء بالداخل عظيم، بس نحن اليوم لما نحكي عن حزب بهيدي القوه ننطر منه انه منحاسبه غير ما نحاسب احزاب اخرى. بس شو الموضوع باتجاه حزب الله؟ بموضوع كيف تصرف بقلب الداخل اللبناني، يعني بس حزب الله يعني حزب الله، لان حزب الله بالعديد من الاماكن كان عم يحترم دور الدوله وكان يعني عاطي حجم لحاله انه هذه المقاومه، نحن في عندنا فرقاء سياسيين نمارس السياسه مثل ما بيمارسها غيرنا، وبالتالي اصبح هو بده يتحمل كل نتائج الفساد وكل نتائج الإخفاقات والفشل اللي حصل. أنا بقول لك بفترات طبعا اكيد انه كل الفرقاء اللي موجودين واللي هلا عم يدعوا واضح وصريح من السيد نصر الله احنا بنوافق على مؤتمر دولي اذا كان خارج الفصل السابع. ما فهمت عليك شو هو؟ ليه ما شفنا موقف واضح من السيد نصر الله اذا كان مؤتمر دولي لمساعده لبنان خارج الفصل السابع احنا معه؟ اول شيء سمحت السيد حسن نصر الله اليوم باختصار تحدث بهذه النقطه، اي تدويل تحت فصل السابع هو امر مرفوض. شلنا الفصل السابع في قبول. اول شيء خلينا ننتبه يعني صار في حسم من الامم المتحده بالبارحه عندما تم زياره نائبه المنسق العام للامم المتحده في لبنان الى البطريركيه المارونيه وقالت له انه موضوع الماده 39 و34. هلا بدنا نقول شغله، 39 هي بالفصل السابع، ال 34 هي بالفصل السادس، للي ما بيعرفوا لنقول لهم هودي مواد بميثاق الأمم المتحدة. اثنيناتهم بيحكوا عن أنه أي تدخل سواء بطلب لبناني أو بتدخل تلقائي من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة يجب أن يكون هنالك أزمة تهدد السلم والأمن العالميين، والأزمة اللبنانية لا ترتقي إلى هذا المستوى. هذا موضوع خلصنا منه أصلاً، يعني السجال أصبح بغير مكانه. لا البطريركية طرحت الفصل السابع. نعمل طولة لنحل الأزمة. هلا لك هلا نحن اليوم كان في مفاوضات على الحدود اللبنانية البحرية وكانت برعاية الأمم المتحدة. طب هلا هذه كانت تحت الفصل السابع؟ لا. ما كانت كي مدولة وتحت الأمم المتحدة. البطريركية طرح اليوم شيء شبيه بهذا الموضوع ولكن البعض فهمه أنه هي تحت الفصل السابع. الأمم المتحدة وضحت أنه الفصل السابع ولكن الأمم المتحدة لم تطرح هذا الشرح من منبر ولكن طرحته من منبر البطريركية لأن هذا له دلالة أيضا على هذا. للأسف وقتنا انتهى والنقاش يقول شكرا لحضورك. أهلا وسهلا فيك، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.